السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وحبيبي في الله، قد استمعنا لهذا الكم من الآيات التي تليت من سورة النساء، والتي بداها القارئ الكريم من قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجر الله. ولعل هذه ايتكم، ايه المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق. فرب العباد جعل فيها بشرى عظيمه جدا، وفتح فيها ابواب الامل لكل من شرد من داره وهجر من بيده، لكل من هجر بشرى عظيمة، حيث قال: ومن يهاجر في سبيل الله. والهجرة كانت قديما مكة إلى المدينة، لكن بعد فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة. كل العلماء قالوا لا هجرة من مكة بعد الفتح، ولكن جهاد من إيه؟ واتفق أهل العلم على أن الهجرة ماضية إلى قيام الساعة في الأرض كلها، فكل من أوذي في الله وأكره عن الخروج جاءت النصوص تأمره بالهجرة، بل تذم تاركها. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. فالمسلم إذا أقام في بلدة وحيل بينه وبين إقامة دينه لزمه ترك البلدة ليذهب إلى بلد يستطيع أن يقيم فيه دين، وهذه الهجرة. والهجرة مستمرة إلى قيام الساعة. في أي بلد يضيق على المسلم الخناق ويحل بينه وبين طاعة رب العباد، له أن يدع هذا البلد ويذهب لغيره، ورب هذا البلد رب غيره، والأرزاق بيده وليست بأيديه. ولابد أن نعلم هذه الحقيقة، فكثير من الناس يعتقد أن الرزق في بلده ولو خرج منها لحلم الرزق، وهذا حقيقة جهل كبير جدا بالله وبأقداره. لذا جاءت هذه الآيات لتبين أن مسألة الرزق بيد الله لا بيد غيره. لذا قال: ومن يهاجر في سبيل الله، سواء هاجر بنفسه طوعا واختيارا فرارا بدينه، أو هجر بالقهر والظلم والعدوان الواقع عليه، كما حال كثير من إخوان المهجرين الذين سيقوا لهذه الديار بلا اختيار. كلاهما تسمى هجر، فمن الناس من يهاجر رغبة وفرارا بدينه، ومنهم من يكره على الهجرة لكن إذا ارتضاها وأحسن استقبالها وتحمل تبعاتها واحتسبها عند ربه كانت له هجرة، كانت له هجرة، وأجر الله له جميع أجره. ومن هذا الأجر ما جاء في هذا النص: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. إيه المراغم؟ يجد من القوة والعزة والمنعة ما يقهر به خصمه،
يقهر بخصمه، ولم يقهر إلا بعدم قدرته على النيل منك، فهذا لون قهر. كونك كنت تحت يديه ود أن تأخذ منك، يسجنك يعذبك ينكل بك يقتلك ورب العباد ينجيك منه، هذا فيه مراغمة له، رغم لأنفه وكسر لأنفه وكسر شوكته وكسر قوته. فالظالم لا يبدو أن يتوقف ظلم، فكون رب العباد ينقذ المظلوم من تحت يديه فيه لون قهر له بالنزاع وإرغام له بالنزاع. لذا يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا. ده ناهيك عن أن الله عز وجل قد يعطيه في مكان المهجر من القوة والعزة والمنع ما يمكنه من العودة سالما غالبا منتصرا، وهذا ما وقع أصحابه. فجروا القهر وأرغموا على الهجرة، ثم عادوا بعد سنين من المدينة إلى مكة منتصرين ظافرين، ووقع قيادات أهل مكة تحت أيديهم أذلة صاغرين، حتى عفى عنهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لما وقف أمام كلهم صاغرين وهو يقول ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ من رسول الله اللي يعني طعنوا فيه بكل الطعون وحاربوا بكل سبل الحرب؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. اللي هاجر الحمد لله نبي الله يوسف فجر وأخذ من داره وألقي في البئر وجاءت السيارة وهاجر، كان باختياره. وجاءه ورب العباد أعطاه المراغم، صار عزيز مصر، وإخوته الذين ساموه العذاب جاءوه صادرين، مش مرة مرات، وجاء إخوة يوسف أول مرة، فعرفهم وهم له منكرون. ما كان أحد من يتصور أبدا أن يوسف الذي ألقي في البئر وهلك صار عزيز مصر، ولذلك لم يعرفوه وعرفهم بالواحد وهم لم يعرفوه. فعرفهم وهم له منكرون، مين ده؟ شخص لا يعرفونه. ثم احتال حيلته وجعل، قال افتيان جعل بضعهم في حيل العلم مرجونه، وتوعدهم ان لن يعطيهم الميره التي ياتوا لاخذها من الدوله الا اذا جاءوا باخيهم من ابيه. طبعا هو استرجهم في الكلام وخلاهم اقروا ان لهم اخ اخر هاتوه. ولذلك لم يشكوا في كونه له علاقة بيوسف حتى آخر لحظة. ولما رجع نبيهم وحدث ما حدث وقال لأبانا منع من الكلفة أرسل معنا قال أكتر وإن لو حفظوه سيدنا يعقوب يعني رفض في البداية، قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتم على أخيه من قبل، فالله خير حافظ ورحمة الرحمين. يقول تعالى فلما فتح متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، فاعتبروا دي علامة أمان يعطوها لأبيه. قال يا أبانا هذه بضاعتهم ردت إلينا، واللي احنا بنتعامل معاه ده شخص كريم جدا وعامل معانا هذه العاملة الحسنة جدا، هذه بضاعتهم ردت إلينا ونمير أهلنا، نجيب لهم الميرة الأكل والشرب الحاجة المطلوبة من الدولة، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ليه؟ لأن عندهم لو جابوه هيديهم بعير عليه سيادي، حمل جمل، حمل جمل يعني تخش لها في طن اثنين طن غلال تغنيه تمام، يعني القضيه مش سهله. وفعلا سيدنا يعقوب تحت ضغط اولاده قال لهم ارسل عمكم حتى تاتون موثق من الله، اتوه الموثق وجاءوا مع يوسف مره ثانيه مع بنيامين. ولما دخلوا عليه وشوف على الطفل ده، بس سيدنا يعقوب ما تدخل باب واحد تدخل باب فرق. فلما دخلوا سيدنا يوسف فرق المكان انفرد بأخيه، فدخولهم متفرقين جعله انفرد بأخيه بنيامين. ولما دخل يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كان يعمل. فعلم بنيامين أن هذا شقيق يوسف وكتم السر على إخوانه زي ما تكلم، يعني بنيامين في هذه اللحظة علم أنه يوسف. يقول تعالى فلما جهزهم بجهازه
جعل السقاية تفرح الأخير. وحدثت القصة اللي حدثت، ورب العباد كاد ليوسف وألزمهم الحج، أقام عليهم الحج. قال لقد علمتم ما لجئنا في الأرض وما كنا صادقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ ليه سيدنا يوسف طلب منهم هم الحكم؟ الحكم عنده في مصر بالسارق، وفي شرعة يعقوب إن السارق يصبح عبد لمن سرق منه. فأراد أن يستنطقهم أنهم لا يجدوا إلا حكم الله المنزل يعقوب. قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ لو كنتم كاذبين جزاؤه إيه لله عند الصواع؟ قالوا جزاؤه من ولد في رحمه فهو جزاؤه، لا نقبل إلا الجزاء ربنا قرره. رب العباد يعقب على إقراره ماذا؟ قال كذلك نجزي الظالمين. فجعل هذه عقوبة لهم أن أقروا بهذا الجزاء. فلما فتح المتاع استخرجها من أخيه، رب العباد يعقب فيقول كذلك كدنا ليوسف. كل التركيبة دي كانت بوحي من الله له، ما كان ليأخذها في دين الملك، ما كان ليأخذها في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. للمرة الثانية يقف أمام ذلة. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ من قبل، والكلام أمامه، فاتهموا بأنه سارق قديم، اتهموا سارق عمته وهو طفل، مع أنه تركه بصفر طفل صغير لا يجري عليه القرن قصر، مع ذلك اتهموا بالسرقة. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ لهم قبل. يقول تعالى فأسر يوسف في نفسه ولم يدهن، قال أنتم شر مكان الله عنكم تصفون. جاءوا أذلة، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبير. شوف ثاني مرة، أول مرة جاءهم فيها عرفوهم وأنهم منكرون، المرة الثانية خطبوه خطاب الذليل العزيز، يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك محسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من جعل ابننا متعلم حتى يئس. فلما استيأسوا منه خرجوا به. جاءوه للمرة الثالثة، قال يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. كم مرة؟ 3 مرات يأتوا أذلة. يبقى رغم ولا مرغوش؟ وجد يوسف المراغم أم لم يجد؟ يقين وجد. وجئنا فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، هم الذين يستعطفون في كل مرة. بعد أن كان وحوش علي لحظة إلقاء في البئر يا إخواني، كما ذكر ابن خلدون وغيره، لما ألقوه تعلقت يد يوسف بجدار البئر، فجاءوا بكعوب أقدامهم يضربون يديه حتى سقط. لم يجد هذه السلوكيات من إخواني. ورب العباد يقول له لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وينبئهم ويأتوه صغيرين. في اللحظات الأخيرة لما شعر ان ابوه اصابه الضر وعلم الخبر منهم ما تحمل، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه؟ ها؟ عرفت الكلام ده؟ عندها فقط تنبهوا انه ممكن يكون يوسف. ايه علاقه يوسف؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف أئنك خمس سفان، يعني حتى هذه اللحظة لم يعرفوه. أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فاعتذروا صغرين، قالوا تالله يمين بالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قالوا لا تسريب عليكم به. يبقى أرغم ولم يرغم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغم كثيرا. بالحقيقة لما تتتبع سير الأنبياء والمصلحين عز أن تجد منهم واحد لم يهجر أو مات في بلده. فدي سنة الله في الأنبياء وأصحاب الدعوات، أصحاب دعوة الحق في معظم التاريخ هجروا،
فقضية الهجرة ليست بعيدة، بل النبي صلى الله عليه وسلم يصف فضلها حين يقول يقاس للمهاجر عند موته أجره من موضع مولده إلى مكان مماته، وكل ده أجر في سجل. يعني اللي هجر من مصر كندا يقاس له من مصر كندا عبر المحطات، كل جور مكتوب في حاجة تروح عند رب العباد. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، بس بقالش مراغم بس، المراغما كثيرا أشكال وألوان، أشكال وألوان يوقن من خلالها أنها ألطاف من الله عليه، كما عبر يوسف نفسه في نهاية القصة قال وقد أحسن بي في كل موقف، أحسن بي إلى أن بيّن موضع الإحسان، قال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ففي كل ما وقع كانت ألطاف الله في كل ما شاء المبنية على علم الله وحكمة الله، إنه هو العليم الحكيم. هذه المعاني الدقيقة يا إخواني لابد أن يشعر بها المسلم حتى لا يفقد الأمل في لحظة. إحنا عبيد لرب، أراد أن يستخدمنا في بلد استخدمنا، أراد أن نزرع في غيره أخرجنا. يعني سمعوني، في تاريخ الهجرة الحديث قبل 52 كانت دعوة، الدعوة اللي قامت المباركة في مصر كانت دعوة محلية لا يسمع عنها أحد إلا أهل مصر. لما هجر جمع من علماء المسلمين في الخمسينات والستينات نشروا الدعوة في كل ربع العالم، كل واحد راح بلد زرع مزرعة ورب جيل. واحنا الآن كم من بلاد ما كنا ندخلها، وأجل الله بالهجرة ليفتح لنا قلوب عباد ويفتح لنا بلاد، ندرك هذه المعاني. الله يرحم الشيخ الشيخ القضاوي، أنا ما جبت الأرض ولا ذهبت لدولة إلا وجدت سبقا إليه وترك أثر فيه. وغير العلماء، وغير العلماء، بل منهم من مات في هجرته. يعني الشيخ عبد العال الجبري من شيوخنا اللي كان في السبعينات مات من السمع البصر وهجر ليموت في أمريكا بعد أن بلغ كلمته، وغيرهم وغيرهم من أهل العلم. إذا ندرك هذه المعاني، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، بس ألا وسع حتى في الدنيا، ربنا يوسع عليه ويكرمه ويفتح له أبواب كانت عليه مغلقة. قد يكون من أفقر خلق الله في بلده ويجعله الله من الأغنياء، وكم من فقير هجر أغناه الله بهجرته، كم من موهوب لم يستطع إعمال موهبته في بلده هجر لتفتح له أبواب التي يعمل خلالها موهبته. كثير من العلماء ما صاروا علماء ولا عرفوا ولا اشتهروا إلا بالهجر. يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الله، يبقى نحزن ولا نرضى بما ارتضى الكريم لنا. يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت. اللي انت خايف منه ايه؟ الموت. خذ البشرى الأخرى هذه، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الله، يبقى بشرى بخير الدنيا والآخرة، فتح لنا أبواب الدنيا، أبواب السعة، أبواب المراغمة، أبواب التمكين، وفتح لنا أبواب الأجر التي لا نهاية لها في المآل والمصير. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. ويربط بين هذه الهجرة وبين التكليف، أوجب التكاليف الصلاة. تأتي الآية التي بعدها الآية الوحيدة اللي رخصت في صلاة السفر، كل أحكام السفر أخذت من هذه الآية، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الله،
الله. إذن قد يخفف الله التكاليف على المسافر أي على المهاجر. أيوة أنت بتحتك بآيات كنت في حلم عنها، كنت عايش آمن في سلبك في أهلك، أهل إسلام بلد إسلامي، تطلع تحتك بغير المسلمين، محتاج أنك أنت تجاهد نفسك وتجاهد زوجتك وتجاهد أولادك، وكل ده أمام الجهاد. الجهاد بس مش نفسك، جهادك لأولادك وحرصك على سلامتهم، وخاصة في بيئات غير مسلمة، ده لوم الجهاد. والجهاد الكبير جدا 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 اللي ما كنت تفكر فيه في بلدك أصلا. الأهل عايشين في وسط عمامهم وأخوالهم حد تمشي، لكن هبتين في وسط بيئة عكس بيئتك، تضع الكلام ده نصب عينيك وتحول جزء من جهدك ووقتك وفراغك وأموالك لإنقاذ أولادك. كل ده جهاد يا اخوانا. رحم الله الإمام أحمد، كان صديق عمره بشر حافي. بشر حافي من أزهد وأورع أهل زمان، كان شديد الورع جدا وزاهد في دنيا ناس جدا، صوام قوام عابد، عد من أعبد أهل زمان. مش هو بس ده، هو عائلته بيته كله. يعني أخته تسأل الإمام أحمد يمن تقول يا إمام، مر الجند قريبا من دارنا بليل ولهم مصابيح قناديل رفعنا، فرأيت على نور قناديلهم ما غزلت به لنفسي غزلات. هم مريض بالليل مسكين أنوار كده، فأنا شفت على النور بتاعهم الغزل بتاعي، زودت فيه كم عقدة كده غزلت على ضوء نور غزلات، ولم أستأذنه فيه، أحلال هي لي فأبقيها أم حرام علي فأنقضها؟ شوف السؤال على إيه؟ أحلال هي لي فأبقيها أم حرام علي فأنقضها؟ فالإمام أحمد ضحك قال اذهبي فمن بيتكم خرج الورع، فمن بيتكم خرج الورع. كان من أشد الناس ورعا في عصر الإمام أحمد بشر حافي، كان صلم الإمام أحمد ونده، لكن بشر حافي لما تزوج وعاش عزب ومات عزب، كان ينافس الإمام أحمد. الإمام أحمد عمال يدرس العلم ويطبع القلب، وهو عمال يقوم الليل ويصوم النهار عشان يسبق الإمام أحمد، وكان بينهم تنافس شديد جدا في الطاعة، فاستبقوا الخيرات، تسابقوا تسارع، لغاية ما في ليلة نام بشر حافي فرأى رؤيا عجيبة، رأى الإمام أحمد سبقه في الجنة. قام في صلاة الفجر الإمام أحمد فورا، قال خبرني بربك بأي شيء سبقتني حتى ألحق بك، بأي شيء سبقتني حتى ألحق بك. شوف العلماء فين، احنا في عالم تاني، احنا في البطاطا. فقال الإمام أحمد إن سبقتك بشيء، أنا يعني العلماء ما حد يعرف قدره، ويعرف إن بشر أشد عبادة لله منه. طب تيجي إزاي يعني؟ اسمه قال إن سبقتك بشيء فبالزواج، فأنت تجاهد نفسك وتجاهد عن نفسك، وأنا أجاهد نفسي وعن نفسي، وأجاهد زوجاتي وعن زوجاتي، وأجاهد أولادي وعن أولادي، فأين جهادك من جهادي؟ أين جهادك من جهادي؟ اللي بيجاهد نفسه بس في بلده زي اللي بيجاهد نفسه وزوجته وأولاده هنا في هذه البلاد. خلي بالكم يا إخواننا، كل ده في ميزان الله، في له حسابه. اوعى تفكر شيء يضيع أبدا. هجرت وأكرهت، رب العباد بيخفف عنك في التكليف. لذا جاءت آية اللي تقص الصلاة المسافر عقب هذه الآية، وده ترتيب رباني عجيب ونظم قرآني عجيب. بعد ما قال وَمَنْ يهاجر، قال وإذا ضربت في الأرض، إذا تفيد الكسرة، يعني الكلام ده مش مرة تعمله وخلصت، لا ده على الدوام. طول ما أنت على سفر لك أحكم قصف السفر. إذا قال وإذا ضربت في الأرض، فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ده أول ما نزل في حكم خاص الصلاة، ولن تنزل غيرها، جاءت السنة تنص.
لكن في قصة الصلاة لم ينزل إلى هذه الآية. الآية بنت الحكم على علته، ودي قاعدة أصولية نفهمها، نفهم أصول فقه. إذا ذكر الرب حكم وعلله بعلة فالحكم يدار على هذه العلة، يدور معها وجودا وعدما. وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. واضحين؟ طبعا الكلام ده ما ينفعش مع علة احنا نستخرج. بعض العلماء ممكن يقرأ الحكم ويستخرج منه علة ويبنى عليها الحكم. العلة المستخرجة بالاجتهاد غير ملزمة، لكن العلة المنصوص عليها في الآية أو في الحديث ملزمة. فإذا نص صلى الله عز وجل على أن سبب حرمة الخمر السكر، يبقى أينما وجد السكر فالخمر ثم هناك على طول. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن الحكم على الإسكار، الذي لا يسكر يسمى خمر. لكن الإسكار إمتى؟ ببلع وبلعتين؟ ألا، ما أسكر كثيره فقليل حرام. يبقى إذا كان الكثير منه يسكر فالقليل منه حر، ويأخذ نفس حكم الإسكار. أعطى هذه القواعد، يبقى دي قاعدة دارت على العلم. وجد الإسكار وجد التحريم، لا يوجد الإسكار لا في كثير قليل ليس محرم. وضح المعنى؟ هنا علل الله القصد بعلته، قال وإذا ضربت، الضرب المشي بالسفر، المشي بالسفر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة. وجاب علة ثانية، قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فكان الحكم في بدايته مرهون بالعلتين، السفر والخوف، فكانوا لا يقصروا صلاتهم في أي سفر. السفر اللي فيه خوف من العدو، ما فيش خوف لا يقصر. فلما امنوا قال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي وانت امي قد امنا فلما القصر، قد امنا فلما القصر. فقال يا عمر صدقه تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقه. فالحديث حصل العلتين في علة واحدة، الضرب فقط، السفر فقط. ولذلك كل الفقهاء مجمعين على هذا، هذا نص، والعبادات لا تؤخذ إلا بالنص، ما ينفعش أجتهد في العبادة، دي ليست محل اجتهاد، الاجتهاد في المعاملات، لكن العبادات الأصل فيها النص. فنحن لا نعبد الله بما نهوى، لكن نعبد الله بما يرضى. واضح المعنى الدقيق ده؟ ولذلك كل العلماء مجمعين ان العبادات لا مجال فيها الاجتهاد. العبادات مردها للنص. ربنا عايز نعبده، ازاي نعبده؟ ما قلش يا رب نعبدك بالكثير الفلانيه. ابدا. مش مزاج. سيدنا عبد الله بن مسعود ارسله عمر فقيه لاهل العراق الحي. فذهب يزور سيدنا موسى الأشعري، فدخل مسجد مسجد العراق، لقى جماعة قاعدين بعد الفجر اللي هو ايه؟ يسبح الله تسبيح جماعي، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ويظهر الكلام ده من قديم، ان احنا نرفع الصوت ونغني مع بعضينا وننغمها ونظبطها. سيدنا ابو موسى الأشعري انكر عليه، قال لهم انتوا بتعملوا ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوا ده؟ من علمكم هذا؟ قالوا لا نريد الى الخير، نحن نشكر به. فغضب، لكن لانه فقيه يعلم ان دول تابعين لمين؟ لابن مسعود. ما احب ان يعنفهم قبل ان يرجع لابن مسعود. فانطلق اليه، قال يا ابا عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له رأيت كذا وكذا. قال انطلق من عليه. فجمع جبنته وخرج وجاء ابن مسعود. قال ما هذا الذي أحدثتموه؟ هل سمعتم هذا من رسول الله؟ قالوا لا. هل سمعتم هذا من أحد من أصحاب رسول الله؟ قالوا لا.
قال فلم تفعلون تفعلون؟ قالوا ما يريد الخير. قال كم من مريد للخير لا يبلغه. أأنتم أعبدوا لله من رسول الله؟ أم أنتم أعلم بهدي رسول الله وصحابة رسول الله؟ لم يفعل ذلك رسول الله ولم يفعله أصحابه. فاتقوا الله اتقوا. مجرد ذكر جماعي. فما بالك بعم مولد والسيد فلان؟ ها؟ هو ده شغل موالد. الصحابة أنكروه. أنكروا مجرد الذكر الجماعي. كل واحد يذكر ربنا قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهل من قول من الغدر الأصلي ولا تكن من الغافلين. فعد اللي تارك الإصرار في الذكر عدهم غافلين. لذا قال علم لا يذكر علنا إلا حال التعليم فقط. لكن ذكر الجماعة ونرقص ونغني ونتمايل يا ابنة المسرة مصيبة. ها؟ كان الأخ الحبيب التقى مرة بواحد من مشايخ الصوفية فبيقول له أنت جبتم فين الذكر والتمام ده وتعمل ذكر؟ قال لا في حديث وارد. طبعا هم بألفوا حديث ينخعوا حديث الصبح. قال له الحديث؟ ألا ذكر الحبيب تعالى أمام المحبوب رسول الله فتمايل يمنة ويسرى حتى سقطت بردة كانت على دي. قال له طب هذا الحديث سيد وأنا مستعد معاك من بكرة أنزل معاك تويست. مش هتمايل بس لا ده ناقص معاك الوسط كده بس هات الحديث ليه؟ مصيبه كبيره جدا. نسال الله العافيه. الشاهد يا اخواني ان شرعه الله وضعت لتلزمنا. العبادات ليس فيها اجتهاد وليست محل اجتهاد باتفاق كل اهل العلم. العبادات نص قال الله قال رسوله. المعاملات لنا نجتهد فيها. طب دي اولى دي اولى دي افضل. البيع والشراء والكلام ده والمشاركات والمربحات والمضاربات هذه محل الاجتهاد. اما العباده فلا مجال فيها الاجتهاد لان الله استعبدنا بما امر وما بين نبيه ولا عباده لله بغير هذا. وضح المعنى الدقيق ده؟ انا بشوف معاني من اصل اصوله عشان ايه تستغرق دي. اذا انحصر القصر في عله واحده عله الضرر. هل خلقت لكم احكام القصر في وقت؟ لا لا. ها؟ لا لا في نص ساعة. طيب. لخص لكم فيها كل احكام القصر عشان ما تسألوش بعد كده. الآية وضعت علة واحدة. بالحديث صالح علة واحدة. وإذا ضربتم في الأرض. لذا اتفق الفقهاء أن المسافر ما دام يمشي فحقه القصر. طول ما ماشي. ماشي على رجليه، ماشي في السيارة، ماشي في الطيارة، ماشي في القطار، طول ما هو ماشي على رجليه أو على أربع على عجلات له القصر. القدر ده متفق عليه بين جميع الفقهاء بلا استثناء. طيب. إمتى يبدأ القصر؟ أنا ناوي السفر، بدأت أتحرك من داري. متى يبدأ القصر؟ طبعا بعض العامة فهم فهم خاطئ ان بعض الفقهاء ان القصر لو هو مسافر سفر طويل 80 كيلو فما فوق. لكن مدى يبدو القصر يقول لك ما بداش بعد 80 كيلو، لا. القصر يبدا باتفاق الفقهاء متى جد في السير. ركب سيارته او ركب طيارته او اتحرك للمطار اسمه جد في السير. ما جد في السير لو جاء وقت الصلاة قبل 80 كيلو، بل لو جاء في أول الرحلة له القصر. مش لازم يوصل 80. يعني إيه؟ ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج، حجة الوداع، فصلينا الظهر مع رسول الله في المسجد المدينة 4. يبقى صلى الظهر مع رسول الله كام؟ 4 في المدينة. فلما وصلنا ذي الحليفة أبي علي صلينا مع رسول الله العصر قصرا.
يبقى صار له ذر في المدينة كام؟ 4. لما وصل لذي الحليفة المسافة بين ذي الحليفة وبين المدينة كام؟ 30 كيلو. 7 كيلو فقط. فصلينا العصر مع رسول الله قصرة، وده اللي أخذ منه الفقهاء قضية الجد في السفر. أنت طالع من بيتك ورايح المطار في تورنتو، خلاص ما دام اتحركت من بيتك في اتجاه تورنتو، أذن عليك العصر عند مسجد ال اسنا، صل عصر قصر، أذن عليك العصر في تورنتو، صل في تورنتو قصر، خلاص خلصت. وضحت؟ ما دام جد في السير وناوي السفر بالفعل تحرك له القصر، ولو بعد كام؟ 3 فراسخ او فرسخين، فرسخين يعني 6 كيلو، 3 يعني 9 كيلو او 12 كيلو. ثانيا، ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم عنجلها، يبقى عرفنا دلوقتي امتى يبدا القصر؟ اذا جد في السير. كلام الفقهاء ان السفر اللي هيقصر فيه اللي طوله 8 كيلو عشان لو هو طالع بره المدينه بيتمشى ورجع تاني اسمه السفر. واضح معايا؟ واحد خارج بره يكفر رايح يتمشى عند مساكه ويرجع يقول لك اقصر صلاتي؟ وصل دي؟ لكن انا مسافر رايح لندن ولا رايح وينزور، ما دام اتحركت خلاص في الطريق طلعت بره العمران اقصر. لذا قال الفقهاء الجد في السير ان يغيب العمران عن عينه. عمران المدينه هم ماشي عارفين، غاب العمران عن عينه يعني 5-6 كيلو خلاص يقصر صلاته. واضح دي؟ صحصح معايا. ها؟ يبقى ده اول حكم. يبقى شرط السفر ان يكون ضال. طيب اثناء الطريق ممكن ياخد دوريست راح بريك كده بالطريق، يعني تعبان سايق بالسيارة تعبان عايز يريح، فنزل على فندق من الفنادق يبات له ليلة ليلتين تعبان 3-4. حكمهم ايه؟ هو ليس بضارب، توقف على السفر، توقف على المشي. الفقهاء جميعا مجمعين ان اذا نزل اثناء الطريق في مكان لم ينوي فيه إقامة بل يقول غدا أرحل بعد غدا أرحل، بكرة سافر بعد سافر، إن استريحت بكرة سافر، ما استريحتش خليها بعد بكرة، ما استريحتش خليها بعد 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 بكرة، إن ما استريحتش خليتها أسبوع. قالوا ما دام هذا شعاره غدا أرحل بعد غدا أرحل له قصر الصلاة ولو مكث عام. لو قعد سنة على الحال ده يقول بكرة سافر بعد سافر له قصر الصلاة باتفاق الفقهاء. واضح المعنى ده؟ ليه؟ قالوا هذا ليس إقامة بل إعانة على الطريق، فالحقوا بالسفر. يبقى حكم حكم اللي ماشي. واضح دي؟ يبقى من لم ينوي إقامة ولكنه أقام لم يحدد مد وشعاره غدا أرحل بعد غد أرحل له قص الصلاة وإن مكث عام. وثبت في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمر قال مكثنا في فتح كابل، كابل الفرنسي، 6 أشهر نقصر فيها صلاتنا، نقول غدا تطلع الشمس ويذوب الجليد فنغزوهم، بعد غد تطلع الشمس ويذوب الجليد فنغزوهم. راح فترة الشتاء قعدوا 6 شهور منتظرين الجليد يذوب عشان يغزوهم يقصروا فيها صلاتهم. مأتم 6 أشهر. واضح المعنى ده؟ فهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء. وضحت؟ طيب لو واحد قال لا انا هوقف الرحله وعايز اتفسح في المدينه في النص دي هقعد 2-3 أسابيع وحدد مد، علة السفر عنده انتهت ما عدا مسافر، ما دام حدد مدة إقامة يبقى انتهت علة السفر وانتهى معها حكم السفر، أصبح مقيم من أول يوم يتم من
من أول يوم وتم، لكن على تفصيل باب فقه. طيب مدة الإقامة قد إيه اللي يتم عندها؟ كم المدة؟ هنوضح. الجمهور على أن إذا نوى الإقامة خلاص أصبح مقيم، انتفت المال، الأصل في الإقامة، لكن استثنوا من الحكم مسألة واحدة ولها دليله. قالوا إن أقام أو نوى الإقامة 4 أيام فأقل تلحق بالسفر، زاد عن 4 أيام يتم من أول يوم. ده قول المالكية والشافعية والحنابلة الجمهور. طب ليه استثنى 4 أيام؟ قالوا ثبت في حديث جابر الصحيح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة الحج وصل مكة يوم 3 ليلة 4 من ذي الحجة، فأقام 4 و5 و6 و7 و8 4 أيام بليهم من خلاف يوم السفر. يوم 8 ما أقام لكن تحرك لمين؟ يبقى كم يوم دول؟ 4 أيام 4 5 6 7 يوم 8 الصباح تحرك. أقام 4 أيام بلاليهما يقصر فيهم الصلاة. قالوا هذا استثناء من القاعدة، والاستثناء يا اخوانا ما ينفعش نعمله قاعدة ونبني عليه. الأصل فيه أن الاستثناء يبقى حكم مخصوص به لا يعمم. بعض الناس يقول لك بالدماغ كده، ما احنا نقيس عليها، ما ينفعش نقيس على الاستثناء، نقيس على الأصل لكن لا قياس على الاستثناء. الاستثناء ده حكم خاص استخرج من الأصل. فقال الفقهاء الأربعة الثلاثة إن لو نوى الإقامة 4 أيام فأقل تلحق بالسفر، لو نوى من أول يوم أكثر من 4 أيام بلاليه من خلاف يوم السفر يتم من أول يوم أصبح مقيم. واضح المعنى ده؟ ده رأي الجمهور. خالفهم ابن عباس وأبو حنيفة. أبو حنيفة قال لا، مش 4 أيام 15 يوم 15 يوم. طب جبت الكلام من فين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى فتح مكة أقام 15 يوما قصر فيها صلاة، فعند الاستثناء 15 يوم. ابن عباس قال لا 19 يوما، لأن النبي أقام في تبوك 19 يوما وقصر فيها صلاة. الحقيقة الجمهور كان ردهم أولى وأعدل. قالوا لم يثبت في مكة فتح مكة أن الرسول أقام، بل الإقامة كانت مذمومة، هو كان منتظر يقضي على فلول المحاربين. هنخلص بكره، هنخلص بعده، هنخلص بكره، هنخلص بعده، خلصنا سافرنا. لا دليل على انه اقام، لكن كان شعاره غدا ارحل بعد غد ارحل، فتلحق بايه؟ بالحكم الاول. وكذلك في تبوك 19 يوما ما أقام النبي ولا الإقامة، بل من أول يوم ذهبوا غدا يخرج عن الروم فنقاتلهم، بعد غدا يخرج عن الروم فنقاتلهم. مكث 19 يوما والروم لم يقاتلوهم فرجعوا. وضحت؟ فالحقيقة كان رأي الجمهور أعدل، رأي الجمهور أعدل من رأي أبي حنيفة والرواية عن ابن عباس، مع قدر أبي حنيفة وقدر ابن عباس قبله، ده حبر الأمة وترجمة القرآن. الـ4 أيام دول مش الأصل فيهم الاستثناء للحج وليس للسفر؟ لا للسفر، الجمهور أخذها للسفر لأن سفر. وضحت؟ إذا ندرك هذا المعنى. طيب يبقى عرفنا دلوقتي الاستثناء من القاعدة، المدة. طب المسافة، هل يشترط مسافة البرود في السفر عشان نبدأ القصر ولا يشترط؟ أغلب العلماء اشترط، لكن اختلفوا في التحديد، لأنه ثبت أن النبي قصر في 4 برد السفر اللي كان يعني سافره قصر مع لما جد، لكن المسافة نفسها اللي سافرها كانت قد إيه؟ قالوا 4 برد. البريد كان الخلاف في البريد، البريد المسافة اللي يمشيها الركب لغاية مخل استراحة قدروها بـ20 كيلو البريد واحد،
بعضهم قدرها ب20.5، بعضهم قدرها ب21، وده سبب خلاف. اللي قال بدل 20 كيلو يبقى عنده الاربع بروت كام؟ 80. اللي قال 20.5 يبقى 82. اللي قال 21 يبقى 84. اللي قال 21.5 يبقى 86. الخلاف في تقدير البني بس. وضحت؟ لكن الجمهور قال بالمسافه دي. الحقيقه فيه راي قوي جدا وقال به بعض اهل العلم من حزم وغيره، قال لا، الثمانين دي الرسول قصر فيها. طيب لو نوع سفر اقل منها، من ادراكم انها كان يقصر؟ ليه انتوا اشترطتوها؟ بل عندي دليل اخر. ايه الدليل؟ قال لما ذهب النبي من مكه الى منى امر اهل مكه بالقصر في منى. امر اهل مكه بالقصر في منى. المسافة بين مكة ومنى كام؟ 12 كيلو، 12 كيلو. ولم يأمر أهل منى بالقصر. يعني أهل منى نفسهم أتموا الصلاة. أهل مكة قصروا الصلاة. طبعا أبو حنيفة قال لا، دي خاصة بالنسك. الجمهور رد عليه، قالوا دي لا ارتباط لها بالنسك. وإلا لو خاصة بالنسك لأمر أهل منى بالقصر. لكن امره اهل مكه دون اهل منى جعل الامر من هو بعله السفر لا بعله النسك. وضحت؟ وده راي قوي وليس بالقليل. يبقى لو انت مسافر سفر ونويت حتى لو 40 50 كيلو، ولو طبعا على القول ده قال لو 12 كيلو بس تخرج بها عن حدود العمران، يعني لو انت داخل مدينه تورونتو وخدتها من شرقها لغربها ممكن تمشي 60 كيلو داخل المدينة لا قصر. لكن لو خرجت من أطراف تورونتو متجه إلى أوكفيل قطعت 12 كيلو خارج حدود العمران خلصت لك القصر. واضح الحكم؟ أنا بس إيه بحاول أجمع لكم أقوال كل الفقهاء حتى تكتمل الصورة أمامكم. واضح الصورة؟ يبقى إحنا الكلام دلوقتي على المدة وعلى المسافة. طيب القصر فين؟ في صلاة الرباعية فقط. الظهر، العصر، العشاء. الأربعة نخليها اثنين. الصبح لا قصر فيه، هو ركعتين أصلا. والمغرب لا قصر فيه لأنه وتر النهار. يبقى ما ينفعش صلاة المغرب اثنين، المغرب ثلاثة كما هو. والفجر اثنين كما هو. يبقى القصر يشمل صلاة الرباعي فقط. الظهر، العصر، العشاء. طيب، ما ارتباط القصر بالجامع؟ هل الجمع من روم السفر؟ قال لا، الجمع حكم مستقل برأسه لا ارتباط له بالسفر. لكن غلب على المسافرين، الجمع مرهون بخوف فوات الفريضة. أنا داخل الحضر وخايف المطر شد جدا وسيول، وخايف ما أقدرش أنزل العشاء صلاة المغرب في المسجد، وخايف لو روحت البيت مش هعرف ارجع اصلي العشاء. ليه جمع المغرب والعشاء جمع تقديم في البلد، لكن ثلاثه واربعه جمع مع التمام. والنبي جمع الصلاه في الحضر لكن حال المطر وحال الخوف، لكن جمع مع ايه؟ مع التمام. فلنا ان نجمع المغرب والعشاء جمع تقديم وجمع تاخير، ولنا ان نجمع الظهر والعصر جمع تقديم وجمع تاخير. ويقص عليها واحد مريض داخل يعمل عملية تسترخ خمس ساعات هيفوت الفرض، له أن يجمع تقديم وتأخير. داخل الساعة واحدة يبقى يجمع قبل الساعة واحدة الظهر والعصر جمع تقديم، وبعد ما يخرج عليه يجمع المغرب والعشاء جمع تأخير. والطبيب القائم عليه اللي مرتبط بعملية ما يقدرش يسيبه ولا هيقتل الرجل لو خلاه يصلي، له أن يجمع. إذا الجمع ليس مرهون بالسفر لكن مرهون بخوف فوات الفريضة. المسافر رخص له فيه لمعاناة المسافر. المسافر مش بيت وقد يأتي عليها أوقات طويلة مش عارف يدخل الحمام، فربنا يبارك لخص له في الجمع مع القصر
مراعاة لحاله وعذابه، لأن السفر نفسه عذاب. تقول من عائشة حديث البخاري: لولا أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من عذاب لقلت إن العذاب قطعة من السفر. السفر قطعة من عذاب، والمسافر في معنى لا عارف يستقر ولا عارف يقول، ما عارف هيتوضى فين، هيدخل الحمام فين، فبيصدق ما توضى وجهز نفسه. فربنا يقول لا املعك رخصة، اجمع وخد راحتك بعد كده. وضحت؟ فرخص المسافر في الجمع مع القصر، لكن لا ارتباط بالجمع مع القصر. طب واحد قعد في السفر بس نزل في سكن وفي فندق وجنبه مسجد ويستطيع يصلي كل فرض بفرضه، لا يقدم على أداء الفرض في وقته شيء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب الله ورسوله؟ قال: الصلاة لوقتها. فلا يقدم على الصلاة لوقتها شيء. يبقى إذا كنت حتى في السفر وتستطيع أن تؤدي الفرض في وقته يلزمك. لا تستطيع، عندك ظروف مضطر تتحرك وتشتغل عايز تخلص محنتك وترجع، لك الجمع مع القصر. وضحت؟ ففي الأمر سعة ورحمة الله واسعة. ها؟ وضحت؟ طيب يبقى خلصنا من الجامع كمان مع القصر. طيب المسافر هل له أن يصلي سنن؟ ها؟ قصر الفريضة يصلي سنن؟ فيه سنن متفق عليها لا تترك، وسنن رخص فيها في السفر. سنة الفجر والوتر الفقهاء كلهم عدوها سنة واجبة. ليه واجبة؟ قالوا لأن النبي داوم عليها في السفر والحضر، فجعلوا المقياس اللي يفرق به بين سنة واجبة وسنة مؤكدة وسنة مستحبة أداؤها في السفر والحضر. فالسنة اللي أداها النبي في السفر والحضر ولم يتركها عدت سنة واجبة، وانحصرت في سنة الفجر والوتر ثلاث ركعات. سنة مؤكدة داوم النبي عليها في الحضر دون السفر سميت مؤكدة. سنة مستحبة أداها أحيانا وتركها أحيانا في الحضر تسمى مستحبة. إذن المقياس اللي فرقوا فيه بين السنن قضية السفر والحضر وأدائه لها فيها أو عدمه. وضحت؟ إذن سنة الفجر والوتر كل العلماء متفقين على أدائها في السفر والحضر باتفاق، لأن النبي ما تركها لا في سفر ولا في حضر. وضحت؟ السنة المؤكدة فريق من أهل العلم قال إذا قصر الفريضة باب أولى ترك السنة، وعلى رأس هؤلاء شيخ الإسلام الدين ومن جرى مجرى. قال إذا كان رب العباد رخص هذا الفرض بعد السنة لا خلاص عفى الله عنه. فيه الإمام الشافعي خالفه قال لا، قصر الفريضة صدقة من الله عليه. الرسول سمع صدق قال صدقة من صدق الله عليك، فاقبلوا صدقته مش كده ليه؟ قال وهل يعني أن الله تصدق علي أنني أأبى التنفل له؟ التنفل تطوع من الله، معنى صدق علي وقابل الصدقة دي بالامتناع عن التطوع؟ قال لا. فعند الشافعي تؤدى السنة المؤكدة حتى في السفر، لكن حكمها ينزل في تخفيف، بدل ما هي مؤكدة تبقى مستحبة. وضح الحكم؟ يبقى ده بالنسبة لإيه؟ للسنة في السفر. لعلي أكون جمعتكم موضوع السفر باختصار شديد. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كان لكم عدو مبين. ثم أعطى بعدها رخصة أخرى للمسافرين سميت بصلاة الخوف. يبقى في صلاة القصر في صلاة إيه؟ وكل رخص زائد المهاجر اللي طالع في سبيل الله. صلاة الخوف دي ارتهنت بالحرب ليست لغيره، بنقاتل وعدو أمامنا، لو دخلنا كلنا في صلاة جماعة هنقتل كلنا. ود الذين كفروا لو تغفلون أسلحتكم أمتعتكم فاميلون عليكم ميلة واحدة، خلص عليكم مرة واحدة. طب نعمل إيه؟
رب العباد حتى نعرف قيمة صلاة الجماعة بل وجوبها كما قال ابن حجر وابن حزم وغيره بعض أهل العلم قال وجوب صلاة الجماعة في الحرب والعدو أمامنا وراح الحرب دائرة وأمرنا أن نصلي جماعة لفراد قال وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من معك طائفة تصلي معك والطائفة الثانية فين تقف في أسلحته تحميك يبقى نص الجيش يصلي ونص الثاني ايه وقف بالسلاح خلفه يحميه الفريق الأول طبعا صيغة الصلاة لها ثلاث صور الصورة الأولى لأنهم على سفر الإمام يصلي بهم ركعة واحدة الأولى والفريق اللي صلى يتقهقر يمسك سلاحه الفريق الثاني يخش يصلي ركعة الثانية مع الإمام ماشي صلى الركعة الثانية يتم الركعة اللي فاتته والفريق الأول بعد ما يتم يرجع دول مكانه ويتم التانيين الركعة الأول الثانية فاتته يبقى كل فريق صلى ركعتين ركعة مع الإمام وركعة لوحده دي تسمى صلاة الخوف حال السفر طب لو الخوف ده في الحضر دي الصورة الثانية صلى النبي في الحضر ركعتين مع الفريق الأول وخرجوا كملهم أربع ركعات لوحدهم والإمام أطال ثم جاء الفريق الثاني صلوا ركعتين الأخرى وسلم النبي وأتمهم ركعتين يبقى في الحضر هنصلي أربعة اثنين واثنين في السفر هنصلي كام ركعتين ركعة وركعة وكل واحد يتم ركعة الاتفادات وضحت الصورة طبعا بعض الفقهاء قال لا هي ركعة واحدة بس ودي خاصة بصلاة الحرب واكتفى انهم يصلوا ركعة واحدة ويسلموا لكن حقيقة رأي الجمهور أعدل ان هيتم الركعة اللي فاتتهم اذا كان في السفر او الركعتين اللي فاتتهم اذا كان في الحضر فساق الله لنا صلاة الخوف بعد ان ساق لنا صلاة القصر دي رخص ثم ختم الآيات فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم اشتغل في العبادة براحتكم في كل أحوالكم ورخص لنا في الذكر والذكر العبادة الوحيدة المفتوحة للإنسان في كل أحواله قياما وقعودا على جنوبكم متوضئ غير متوضئ طاهر جنوب كل ده لا يمنعك من ذكر الله عز وجل بكل صورك وكل أحوالك وضحت الوقت انتهى اكتفي بهذا القدر الآيات كانت عايزة تفصيل لأن لسه في حاجات كده فيها بالنسبة لوتر العشاء ثلاث ركعات ولا في القبر؟ الوتر بتاع العشاء ثلاث ركعات الرسول قال لا تشد الوتر المغرب حتى يبين انها ثلاث ركعتين ركعة لكن عدم التشبيه لثلاث صور يبقى نصلي ركعتين ركعة ينصلي الثلاثة التشهد واحد ينصلي الثلاثة التشهدين نقرأ فتح وسورة في كل ركعة المغرب في الركعة الأخيرة ما بتقرأش فيها سورة في ثلاث حالات لم يشبه الوتر المغرب يجوز لك جزاكم الله خيرا استماعكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اخذت درس فقه بعد درس التفسير سلام